بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في الجلسة التدريبية الثانية من اليوم التدريبي الثاني من دورة إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية. الجلسة التدريبية الثانية هنتكلم فيها عن أساليب وأدوات إدارة الجودة الشاملة. في الجلسة السابقة كنا اتكلمنا على مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وقلنا إن مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة بتتكون من 4 مراحل: رقم 1 مرحلة الإعداد، رقم 2 مرحلة التخطيط، رقم 3 مرحلة التنفيذ، رقم 4 مرحلة الرقابة والتقييم. تناولنا بشرح التفصيل مرحلة الإعداد، ثم مرحلة التخطيط، ثم مرحلة التنفيذ. الآن سنتحدث عن مرحلة الرقابة والتقييم. قبل ما نتكلم عن مرحلة الرقابة والتقييم لازم نفهم معنى الرقابة. الرقابة هي التأكد من أن النتائج التي تم الوصول إليها هي فعلا ما تم وضعه في مرحلة التخطيط. يبقى النتيجة اللي أنا وصلت لها هي فعلا الهدف اللي أنا وضعته في المرحلة الأولى اللي هي إيه؟ التخطيط. إدارة الجودة الشاملة بتتبع أسلوب الرقابة المتزامنة اللي هي أثناء العمل، وبيسموها أحيانا المتابعة، المتابعة الدقيقة أول بأول. بالإضافة أن إدارة الجودة الشاملة بتتبع أيضا الرقابة اللاحقة اللي هي بعد انتهاء العمل. طب هنسأل نفسنا سؤال، إيه فايدة الرقابة اللاحقة اللي هي بعد انتهاء العمل؟ طب النتيجة كده كده حصلت، والخطأ لو كان موجود حدث هستفيد منها ايه؟ الرقابة اللاحقة انا بستفيد منها مستقبلا لمنع تكرار الخطأ، يبقى الرقابة اللاحقة لمنع تكرار الخطأ. الرقابة المتزامنة اثناء العمل لما بيحدث خطأ بل بعمل ايه؟ في سرعة في تعديل الخطأ. تمام؟ الرقابة اللاحقة يتم فيها تقويم الجهود المبذولة في تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة. ومن الجدير بالذكر في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الرقابة والتقويم، تتطلب قيام المنظمة بعملية التقويم الذاتي. التقويم الذاتي من مين؟ من العاملين. يبقى العاملين لازم يكون عندهم وعي وثقافة بالرقابة الذاتية، كما أن بعض المنظمات تستعين بخبرات خارجية في هذا المجال. النقطة الثانية اللي هنتكلم عليها دلوقتي أساليب وأدوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة. أول أسلوب مجموعة جمع البيانات. مجموعة جمع البيانات تشمل عدة طرق جوهرية يمكن إجمالها فيما يلي: أول نقطة التعرف على السوق، وده أسلوب يتبع لقياس المنتجات والخدمات والممارسات في ضوء آراء المنافسين والخبراء في المجال، ومن ثم فهو يساعد من يستخدمه على فهم موقع المنظمة بالنسبة للمنظمات الأخرى في نفس المجال. يعني أنا وضعي إيه في سوق العمل؟ أنا وضعي إيه؟ أنا مثلا على سبيل المثال أنا جامعة، وضعي إيه في وسط الجامعات الموجودة في المملكة؟ وضعي في الجامعات الإقليمية، وضعي في الجامعات الدولية. تمام؟ النقطة الثانية العصف الذهني. الأسلوب الثاني العصف الذهني، وهو أسلوب يتبع لتوليد قائمة من الأفكار الإبداعية في ظل بيئة مشجعة. يبقى أفكار إبداعية بس شرط تكون في بيئة مشجعة ومؤيدة في فترة زمنية محددة. طب أنا بستخدم أسلوب العصف الذهني ليه؟ يستخدم هذا الأسلوب لتوليد الأفكار فقط، لكنه لا يتطرق إلى تحليلها. يعني بيطرح الفكرة لكن مش بيحلل الأفكار، ويمكن استخدامه في توليد الأفكار الجديدة من خلال مشاركة جميع العاملين للحصول على أكبر عدد ممكن من الأفكار، والتي يتم مناقشتها لاستخلاص أهم الأفكار الملائمة للتنفيذ. احنا في مبادئ إدارة الجودة الشاملة كنا اتكلمنا على مشاركة العاملين، فالعصف الذهني أنا بشارك جميع العاملين عشان أحصل على أكبر عدد ممكن من الأفكار. مجموعة العمل اللي هو فريق العمل هي عبارة عن طريقة محكمة البناء، يمكن من خلالها أن نستخدم مجموعة من الأفراد لاستنتاج وتحديد الأولويات وترتيبها في قائمة، حيث يقوم كل فرد من أفراد المجموعة بتحديد الأولويات من وجهة نظره،
ثم يتم تحديد الأولويات من وجهة نظر المجموعة ككل. يبقى أنا بكون فريق، الفريق العمل ده كل واحد بيطرح أولويات من وجهة نظره، إيه المفروض إن نحسنه في المؤسسة من وجهة نظري، ونجمع الأفكار دي كلها بتاعت الفريق ونطلع بيها بمجموعة أولويات للمجموعة ككل. ويساعد هذا الأسلوب على تحديد أولويات الأفكار واتخاذ القرارات عن طريق المدخلات التي يسهم فيها جميع المشاركين. التصور العقلي، وهو عبارة عن أسلوب يتم من خلاله استخدام خيال الأفراد ذوي الخبرة والمعرفة لوصف وتحديد المخرجات المرغوبة والظروف المطلوبة توفرها لتحقيق هذه المخرجات. وهذه العملية تساعد على وضع وتحديد تصور بصري في موقف ما، وإيجاد صورة مفصلة للموقف المثالي، وتحديد العوائق التي تقف في سبيل التطوير. التصور العقلي ده عبارة عن زي أنا بتخيل الموقف، بتخيل الظروف، تمام، وأعمل تصور للموقف نفسه والنتائج هتكون إيه والمشكلات اللي ممكن تواجهني. المجموعة الثانية مجموعة تحليل البيانات، وبدي بتشمل ثلاثة أساليب أساسية. أول أسلوب جدول باريتو، يقدم هذا الجدول طريقة للفصل بين المشكلات الجوهرية والمشكلات الثانوية البسيطة. فكرة الجدول باريتو إن بيقول لك إن أي منظمة المشكلات فيها مقسومة جزئين، 20% مشكلات جوهرية يعني مشكلات أساسية ضخمة، و80% تكون مشكلات ثانوية بسيطة. ده الفكرة بتاع جدول باريتو. الرسم البياني للسبب والأثر بتاع العالم الياباني شيكاوا، تستخدم هذه الطريقة العلاقة ما بين المخرجات المعطاة وكل العوامل التي تؤثر في هذه المخرجات، ويطلق على هذا الأسلوب رسم إيشيكاوا، وده عالم ياباني. النموذج الثالث الرسم البياني للتشابه. عند استخدام هذا الأسلوب نبدأ بتحديد المشكلة، ثم توليد الأفكار، ثم تصنيف هذه الأفكار في مجموعات، ثم تحديد أوجه التشابه، وذلك من خلال تصميم بطاقات تحتوي كل بطاقة منها على عبارة بسيطة تعطي وصف لمجموعة كاملة من الأفكار. وفي النهاية يكون التركيز على وضع رسم بياني أو جدول للتشابه ما بين هذه الأفكار أو مجموعات الأفكار المبتكرة. يبقى بحدد المشكلة، بطرحها، بولد منها أفكار، بصنف الأفكار دي في مشكلات، بصمم بطاقات، كل بطاقة عبارة عن وصف لمجموعة كاملة من الأفكار، في النهاية بجمع التشابه لهذه الأفكار. كده تنتهي الجلسة التدريبية الثانية. شكرا لكم، وانتظرونا في الجلسة التدريبية الثالثة.